السلام عليكم أيها الرائعون، مرحبا بكم في قناة مها تي في. حلقة اليوم إن شاء الله هي بحال شكل شي فلوغ لواحد المنطقة سياحية جميلة لا يوجد بها بشر، واحد البلاصة زوينة بزاف في هاد غروب الشمس. هاد المنطقة رائعة أكثر من رائعة، وأجمل ما فيها هو لا بشر فيها. الحلقات اليوم هي أول حلقة في 2020 بعد غياب طال لمدة شهر تقريبا وعشر ايام. تنعتذر بزاف على هذا الغياب، والله الا تنعتذر بزاف على هذا الغياب، وشكرا بزاف للناس اللي سولوا فيا، وشكرا بزاف للناس اللي تسناو الجديد. وانا نوعدكم ان ما غاديش نبخل عليكم باي فكره جاتني. وبالنسبه للناس اللي تيقول لك هل نفدت الافكار، لم تنفد الافكار، اي فكره جات فهي مقيده ان شاء الله، وافكار من هنا لقدام افكار جد جميله ورائعه. لكن ما كانش الوقت باش ندير هذوك افكار، والناس اللي قال لك واش تقادوا الافكار، انا اصلا مازال ما بديت واش يتقادوا الافكار، انا يلا باقي يلا بغيت نبدا. وان شاء الله 2020 غادي تكون هي البدايه ديالي ان شاء الله. بعد 2019 دازت اكفس سنوات في حياتي، هي البدايه ديالها توفى الوالد ديالي الله يرحمه في هذا النهار في شهر واحد في 26 من 2019 توفى الوالد ديالي الله يرحمه. لكن في 2020 عندي امل كبير ان شاء الله بانه يكون من احسن السنوات اللي غتمر في حياتي ان شاء الله. من الاصرار، ومن الاصرار والعزيمه كاين الحمد لله، والطريق نحو النجاح باذن الله تعالى. كنشكر بزاف كاع صحابي اللي بقاو معايا في 2019 والتالي ولاو في 2020، تنشكرهم بزاف، تنشكر اي واحد ساعدني ولا عاوني في اي حاجه، تنشكركم بزاف وتنشكركم من القلب. كما شفتوا هاد البساطه نجي ليها مره تنسى لك كل عام، تنجي تقريبا تنجي ليها العشرات مرات في العام، ولا تنشوف غروب الشمس في هاد المنطقه الجميله بعيدا عن البشر. الخلوه زوينه بزاف، يحاول الانسان مره يحس بالاكتئاب ولا بالضيق ولا بزاف د الحوايج، يحاول يعطي واحد المهله لنفسه ويراجع الحسابات ديالو باش تولي عندو واحد الطاقة باش يواجه الحياة. بلي قدامكم لأحمد الشقيري كتاب 40، هذا الكتاب تيهضر على الخلوة ديالك. وما تنساوش تخليو شي تعليق زوين، واحد جيم وكومونتير شي تعليق يكون زوين. وكاين الجديد ان شاء الله، وتنشكركم بزاف، وكملوا الفيديو وشوفوا مناظر خلابة وجميلة. شكرا لكم بزاف.